الرجل الذي بعده وعاصم ابن ثابت ابن قيس، يكنى أبا سليمان شهد بدرا وأحدا، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حين ولى الناس وبايعه على الموت في يوم أحد، أي ثبت في يوم أحد، وكان من الرماة المذكورين، وقتل يوم أحد من أصحاب لواء المشركين مسافعا والحارث، ذي الكتل، وهذان أمهما سلافة بنت سعد، سلافة بنت سعد من مكة، وقد نذرت أن تصب الخمر، هذه المرأة نذرت أن تصب الخمر بعد أن سمعت بمقتل ابنيها، نذرت أن تصب الخمر على رأس هذا الصحابي الجليل عاصم وأن تشرب الخمر، يعني قالت نذرت لله أن أقطع رأسه، هذا الذي قتل ولداي، أن أقطع رأسه وأن أزيل اللحم والدم عن رأسه حتى يصير عظما، ثم أصب الخمر فيه ثم أشرب به. وهو دعا الله تعالى أن يحمي جسده، يعني حتى لو مات ما يفعل فيه شنو الفعل، دعا الله. فانظر ما الذي حدث، ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال عن بريدة ابن سفيان الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاصم ابن ثابت وزيد ابن الدثنة أو الدثنة وخبيب ابن عدي ومرثد ابن أبي مرثد إلى بني لحيان بالرجيع فقاتلوهم، بعث ذيل فقاتلوهم، طيب، حتى أخذوا أمانا لأنفسهم إلا عاصما فإنه أبى. ماذا قال؟ قال لا أقبل اليوم عهدا من مشرك، ودعا عند ذلك فقال اللهم إني أحمي لك دينك فاحمي لي لحمي، فجعل يقاتل وهو يقول هن ستة أو أربعة، ومع ذلك يقاتل هؤلاء المشركين ولا يرضى أن يكون تحت أمانهم. وقد ذكر أعظم صفة توبخ هؤلاء وهي صفة الشرك بالله تعالى، قال لا أقبل اليوم عهدا من مشرك، من مشرك، لأنه يا جماعة أسوأ مخلوق المشرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس، نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولذلك المشرك نجس، ولو استحم ولو كمل في راسه جسمه مصنع صابون في النهاية نجس، يعني في النهاية بيدعو غير الله ويا فلان الحقنا يا فلان افزعنا. والمشرك ده ما تفتكروا يعني زمان، هسي قاعد، انت قال الشرك ده هسي قاعد، ممكن في بص يكونوا راكبين معاك خمسة مشركين، وفي الصف الأول يكونوا ثلاثة قاعدين راكدين، لكن تبع التقييم على والحجة بتحكم إنه مشرك. واحد تلقاه عتر بدل ينادي الله الخلق شغال يا مكاشف يا كباشي، ده هو المشرك ذاته، انت قال شنو، وده ما ياهو ذاته. طيب قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل يقاتل وهو يقول ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل، عنابل هو الوتر الغليظ، يعني قال أنا شايل تراه الأسهم بتاعتي وعندي الوتر ده القوس الغليظ، الغليظ وتره، وأرمي به هؤلاء المشركين، إن لم أقاتلهم فأمي هابل، الموت حق والحياة باطل. ومن شجاعته يقول هذا،
وكل ما حم الإله نازل، حم يعني قضى وقدر، وكل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل، أي ما قدره الله سيأتي، وأنا لا أرضى بجوار المشرك وإنما أقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله قال: فلما قتلوه قال بعضهم لبعض: هذا الذي آلت فيه المكية، وهي سلافة آلت وحلفت ونذرت، فأرادوا أن يحتزوا رأسه أو يجتزوه ليذهبوا به إليها. قال ابن الجوزي: فبعث الله عز وجل رجلا من دبر من الخلف فلم يستطيعوا أن يحتزوا رأسه، قال رواه أبو يعلى الأصبهاني رحمه الله تعالى. ومن هذه القصة نستفيد فوائد، منها قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومنها شجاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها فضل هذا الصحابي الجليل وهو عاصم ابن ثابت ابن قيس رضي الله عنه.